النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة. خلال اليومين القادمين تحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، ليستمر الطقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية، شديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، وأيضا المناطق الصحراوية الشرقية. أيضا ينبه إلى أن ليلة الجمعة على السبت يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتكون أعلى أو أدفى من الليالي السابقة. نبدأ نشرتنا بسوال الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح خلو عموم منطقة بلاد الشام والمملكة من الغيوم، وبالتالي سارت أجواء صافية بشكل عام. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا القادمة من شبه الجزيرة العربية، درجات الحرارة تبقى أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الجمعة بإذن الله تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتبقى الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة، الأغوار، البحر الميت، العقبة، وأيضا عموم المنطقة الشرقية والجنوبية. يوم السبت لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر درجة الحرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات النهار طقس حار نسبيا شديد الحرارة في منطقة الأغوار، البحر الميت، العقبة، وأيضا المنطقة الشرقية والجنوبية، بينما تنخفض قليلا درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتصبح الأجواء معتدلة فوق الجبال لكن دافئة في المناطق المنخفضة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية، 23 درجة مئوية، المحسوسة 23، الرطوبة منخفضة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم الجمعة 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى ترتفع لتسجل 25 درجة مئوية. يوم السبت 33 درجة مئوية كحرارة عظمى، تنخفض ليلا لتسجل 21، ويوم الأحد تنخفض درجات الحرارة لتعود وتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تنخفض إلى 20 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق 36 إلى 23 مع طقس حار، إربد 34 إلى 24، جرش 35 إلى 26، وعجلون 32 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء طقس حار 35 إلى 26، العاصمة عمان 33 إلى 25 مع أجواء صافية، نفس الأجواء والحرارات في البلقاء، مأدبة 34 إلى 25، والبحر الميت 40 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 33 إلى 24، الطفيلة 33 إلى 24 أيضا مع أجواء صافية، معان 35 إلى 25، الشوبك 30 إلى 22، والعقبة 42 إلى 32 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، رياح نشطة وأتربة مثارة، في الأزرق 40 إلى 24، نفس الأجواء والحرارات في الصفاوي ورويشد 39 إلى 26 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.